ومن بقى الفريق الاول لكره القدم خلونا نروح لسيدات كره اليد، واللي بيفوزوا امس على سموحه وبيحسموا لقب بطوله الدوري، ويمكن زي ما قلت حسم الفريق الاول لكره اليد سيدات بالنادي لقب بطوله الدوري، وده طبعا بعد الفوز على فريق سموحه بنتيجه 29-26 في المباراه التي اقيمت بين الفريقين على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره. ومن المنتظر ان يتسلم سيدات يد الاهلي درع البطوله وميداليات المركز الاول في مباراه غد الجمعه امام فريق الزمالك، بعد ان حصد الفريق اللقب عن جداره وبعد مشوار مميز جدا الحقيقه. وطبعا بيذكر ان سيدات يد الاهلي حامل لقب بطوله الدوري من الموسم الماضي مع بطوله كاس مصر ومنطقه القاهره. طبعا الف مبروك لسيدات كره اليد، ويمكن بقى طبعا التتويج غدا هيكون ليه طعم مختلف، لانه اكيد مباريات الاهلي والزمالك بيكون ليها طعم خاص، فان شاء الله بقى نفوز كمان في مباراه غدا وتكون فرحه فرحتين ان شاء الله. ان شاء الله فريق كره اليد لسيدات ماشي كويس قوي، تم دعمه بشكل جيد، بيكسب البطوله قبل نهايتها، مؤشر بيقول او بيشي بقوه الفريق. نتمنى له التوفيق في المباريات القادمه والبطولات القادمه باذن الله. يعني زي ما بيقولوا خدوا فالكم مش من عيالكم بقى، من بناتكم، لانه الحقيقه بنات كره اليد ده الدوري رقم 44، فلو افتكرنا انه فريق كره القدم واخد الدوري 43 يبقى ان شاء الله السنه دي يبقى سنه ال 44 لبنات اليد ورجال كره القدم باذن الله. فوز مهم جدا، تتويج للعام الثاني على التوالي، وزي ما المهندس عادل قال الفريق ماشي على الطريق الصحيح وبيحصد كل بطولاته، وده سمه الاهلي دايما. اكيد طبعا النادي الاهلي، الحقيقه ان احنا يمكن كل يوم بنحتفل ببطوله جديده داخل النادي الاهلي. يا رب دايما يا هلا.